متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو التي تقام بالجولة 29 من الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم الأحد 18 مارس 2018. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. تقام المباراة على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الأسباني خيمي لاتري سانتياغو الذي يبلغ من العمر 39 عاما. ويدخل فريق برشلونة هذه الجولة وهو يحتل المركز الأول برصيد 72 نقطة. ومن الناحية الأخرى من المباراة يحتل فريق أتلتيك بلباو المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة. وتقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأحد 18 مارس 2018 في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات، والسادسة والربع بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثالثة والربع بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة حصريا على قناة بي ان سبورت اتش دي 3، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي خليل بلوشي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.